سعداء بلقائكم او في انا على قناه شوف تي في من خلال برنامجكم الرمضاني رمضانيات. كيف ما تعودتم معنا برنامج رمضانيات هو فرصه من خلالها كنتبادلوا معلوماتنا الدينيه. وسؤالنا اليوم كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام قال لاحدى زوجاته الا صادفتي ليله القدر قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. شكون هي هذه الزوجه؟ بغيتوا تعرفوا الاجابه؟ يلا خليكم معنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته إلا صدفتي ليلة القدر قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شكون هي الزوجة؟ عارفاش خويا ما نكذبش عليك، أنا عارف الحديث كيقولوا وأنا ما عارفش. تقدر تكون ما نقدرش نقول لك ما غمقش ما كاينش ما عارفش. زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اللي تقال لها الدعاء لا ما عارفش. واش أمنا عائشة ولا أمنا سوداء ولا أمنا خديجة؟ أمنا خديجة. الزوجة رضي الله عنها السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سولات الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له شمن دعاء اللي نقول في ليلة القدر، قال لها قولي أحسن دعاء هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تبارك الله عليك تبارك الله عليك تحور راحة. هنيئا لك هنيئا لك بهذ الهدية الرمزية تفكرنا بها ياك؟ ضروري. وكنشكركم هذا المنبر كنقول لجميع المغاربه مبروك عواشكم وان شاء الله يدخل لكم ان شاء الله العيد حتى هو بالفرح والسلام. انا لا اعرف اسماء الزواجات كلهم ولكن على ما اظن عائشه. تبارك الله عليك وظنك كان في محله ما شاء الله عليك. انت كتفوز معنا بهديه رمزيه مقدمه لكم من شوف تي في. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. شكرا شكرا. السيده عائشه. السيده عائشه يقن الاجابه ولا غيرها؟ لا هو في الغالب 90% يقن 90%. وهنيئا لك هنيئا لك بهذا التذكار عباره عن بورتكلي ان شاء الله تفكرنا به. شكرا شكرا. عائشه يقن ولا الله؟ الله 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 كلنا الله. وتبارك الله عليك وبالصحة والراحة. هنيئا لك هنيئا لك بهذا الهدية الرمزية مهدى لك من شوف تي في. شكرا جزيلا. عائشة رضي الله عنها. تبارك الله عليك تبارك الله عليك بالصحة والراحة. هنيئا لك بهدية رمزية مهدى لك من شوف تي في. تبارك الله. شكرا بارك الله فيك. تنشكركم تنشكروا الإذاعة تنشكركم الله يوفقكم. شكون هي الزوجة؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. متأكد؟ تبارك الله عليك بالصحة والراحة. هنيئا لك. الله يوفقكم والله يسهل عليكم المصاب والله ينبهكم ووفقنا ويجمعنا في الرحمة ديالو. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يصلح حالكم ويصلح حال هذه الأمة ويردنا إلى ديننا ردا جميلا. الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الله يردنا ويثبتنا على الكتاب والسنة. هذا هو المنهج باش نلقاو الله وهو راضي عنا. والسلام عليكم والله يوفقكم. كيف ما تابعتوا معنا مشاهدينا كانوا مجموعة من الناس اللي توفقوا من الإجابة الصحيحة على سؤالنا وكاينين كذلك بعض الناس اللي ما تمكنوش مع الأسف من الإجابة على سؤالنا واللي كان كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لإحدى زوجاته إلا صادفتك ليلة القدر قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شكون هي الزوجة؟ طبعا الإجابة كانت هي أمنا عائشة رضي الله عنها. بهذا مشاهدينا كنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم رمضانيات. غدا إن شاء الله نتلاقاو تبقاو على خير.